هنزفر بعجين وهنزفر بغله. طبعا حابين ان احنا ناخد سمك سلطاني بس. طبعا اتاخرنا شويه، احنا حابين نوري لكم المكان قبل الليل ما يدخل علينا. احنا كده قبل منطقه اسمها صلى على النبي. علامه علامه وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. طالعين بمشيئه الله النهارده نصطاد بولتي. بصوا يا جماعه، في بدايه الكلام عايز ننوه عن موضوع كده ونحكي قصه جميله بالصلاه على النبي طبعا صلى الله على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الصيد يا شباب في الاول وفي الاخر رزق، ولكن رزق مبني على علم، وعلوم الصيد اختلفت فيها كتير. عايز نذكر بقصه سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر. قام سيدنا موسى اماما يوما في بني اسرائيل، فقالوا له: يا موسى من اعلمنا؟ فقال عليه السلام: انا اعلمكم. ربنا سبحانه وتعالى عاتب سيدنا موسى ان هو نسب العلم ليه وان هو اعلمه، فقال له: يا موسى في اعلم منك في الارض. فسيدنا موسى ذهب يشوف مين اعلم منه، كان سيدنا الخضر، وبدات رحلتهم مع بعض في السفينه. من ضمن العلوم اللي اتعلموها في السفينه ان وقف على جنب المركب عصفور، والعصفور ده نقر نقره من البحر. فكان سيدنا الخضر وسيدنا موسى متابعين الموقف، وقالوا له ايه؟ سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وطبعا كانت رحلتهم، وكان كل حدث في الرحله كان فيه وراه صبر. وطبعا سيدنا موسى ايه كان قليل الصبر في الرحله. انا خايف طبعا ان الالفاظ تخوني، ولكن ايه المعنى انتوا فاهمينه طبعا. فمن ضمن نهاية الرحلة برضو ان سيدنا الخضر قال ايه: لو صبر اخي موسى لتعلمنا اكثر واكثر. فهي كانت الرحلة عبارة عن علم سيدنا موسى بيتزود بيه، زائد برضو سيدنا الخضر. الشاهد في القصة ان احنا عايزين نقول ان علم الصيد ده علوم كتيرة كلها مجرد سعي. اما الرزق فاللي عنده علم هياخد رزقه، واللي ما عندوش علم هياخد رزقه. طالعين النهاردة ان شاء الله في موقعنا على طرقة المحمودية بعد كوبرا عاشوق. إن شاء الله وبإذن الله الطعم الأساسي بتاعنا هيبقى دود أرض. بنجدد دعوتنا لإخواتنا وحبايبنا الأستاذ صبر الحضراوي، أخويا حمو الخياط، أخويا ماجد حسن، دعوة لزيارة وقعدة كده ظريفة مع بعض نجرب المية، لأن إحنا كنا اختلفنا مع بعض في صيد البولتي. فبحثاً للعلم برضو أنا عايز نشوف صيادين البحر هيتعاملوا في الميه السريعه اللي هي ميه النيل. هي طلعت المحموديه تعتبر فرع من فروع النيل، مش فرع اساسي ولكن متشابهه في الوسع بتاعها في تيار الميه. فانا بندعي اخواتي الصيادين دول ان احنا نقضي سهره ظريفه مع بعض، هيكون فيها عشاء، فيها تحدي اخوه كده بالمحبه. اكتر واحد فينا احنا الاربعه هيجيب سمك، طبعا ده هيكون رزقه زائد سعيه بعلمه. فانا مقدم هديه للاكتر واحد هيجيب سمك فينا. الهديه دي هتبقى عود مني كده متواضع. طبعا انا كنت مكبر الموضوع، وكنت الموضوع كنت واخده بتحدي، ولكن مريت بيوم كده في ظروف حضرت فيه كل العلم، ولكن الرزق بتاعي ما كانش متوفر. فطبعا رجعت كلامي واعتدلت في الكلام. فانا بندعي اخواتي بمحبه كزياره او كسهره او كتقضيه يوم، وفي هديه متواضعه مني للي هيفوز فينا. طبعا لو كنت انا الفايز اكتر واحد خدت سمك وده كان رزقي، هنضطر ان انا ايه ان شاء الله الهديه دي هترجع لي. انا في عايز تقول حاجه يا مستر بعد اذنك؟ انا ممكن نكسب، امير ممكن يكسب، بس هي المسابقه او التحدي هيبقى مقتصر علينا احنا الاربعه. طبعا بندعي برضو اشراف او برضو للزياره، انا خايف ننسى اسامي. بندعي اخويا عماد زيدان، بندعي اخويا حمدي العربي، اخويا محمد اسماعيل، اي حد سامعني وحابب يشرفني على راسي.
نتمنى يا رب ان ربنا يوفقنا النهارده ونقدر نقدم لكم فيديو كويس. خليكم معانا. طبعا اتاخرنا شويه، احنا حابين نوري لكم المكان قبل الليل ما يدخل علينا. دي المرمى اللي احنا هنصطاد فيها، هنحاول نزفر بعجين وهنزفر بغله طبعا، لان انت السمك هنا السلطاني مجمع كتير، فاحنا حابين ان احنا ناخد سمك سلطاني بس. ده المكان اهو زي ما انتم شايفين. احنا كده قبل منطقه اسمها سدرشه، بين كوبري بين كوبرا عاشور وسدرشه. دعواتكم لينا، ربنا ييسر الحال وربنا يكرمنا نعرف ناخد سمك. معانا غله زياده يا جماعه، وصيد الغله مش مناسب لينا الايام دي، لان صيد الغله الايام دي محتاج بالليل. فاحنا هنرمي الغله اللي معانا دي قدام مننا، ان شاء الله نحاول نجمع بيها سمكتين بالليل، لان احنا مصورين في المكان ده وان شاء الله مش هننقل. معانا برضو عجينة علب. جوه السيكا ايه. شو السمك اللي بيضغط؟ الله المستعان يا شباب. نتكلم بقى عن العدة المستخدمة وطريقة السيق. العدة المستخدمة عود ما يقلش عن 3.5 متر، خيط أساسي 35 أو 40، لو برد 30 أو 35، غماس فلة حرة بتركب الجلدة، رصاصة 2 وغماز 2، الصنار المستخدم 7 مستاد أو أي حاجة، ممكن 7 ممكن 6، واللي حابب يصطاد بخمسة برضو مفيش مشاكل. الطعم دود أرض. التصفير طبعا عجينة وغلة. اي زفر قديم معاك ما انتش محتاجه ارميه في الايام ديت. خلوكم تقضوا معانا يوم حلو. السمك اهو يا جماعه، صلاه النبي، الله كريم رجالتنا. الله ينور يا ابو يحيى. الله ينور يا ابن خالي. الله ينور يا ابن خالي. بالراحه بالراحه. اطلع 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 يا مستر، حلاوتك يا مستر. صلاة النبي عليك يا مستر يا ابن خالي. انا عايزك بقى تمسك السمكه وتحطها على ايدك عشان السمك ده الكاميرا ما بتبينهوش. ايوه كده، مية مية يا ابن عمي. احلى مسا. بنجدد الدعوه تانية لاخواتنا صبري الحضراوي، ماجد حسن، حمو الخياط. علامه يا شرنايه. الشراقة بس حلوة يعني، تفتح النفس برضه. احنا عايزين الكبيرة اللي كده دي. الحمد لله مالناش فيها نصيب. ماشي يا ابن خالد. الله ينور امير. اطلع امير. بالراحه امير بالراحه. لا ما تخلاش يا مع الميه، هتطلع. صلاه النبي يا مستر، حلاوتك يا ابن خالي. قرب كده بقى ومسي على جمهورك. احلى صيادين من اوعات رحاله، ابن خالي وخال عيالي، امير الخوالقه. قشطه عليك يا مستر. بسم الله ما شاء الله.
المنقط اهو يا عم صبري يا حضراوي، المنقط اهو يا حضراوي. الله يرزقك يا حضراوي يا رب، مستنيينك ان شاء الله نقضي يوم حلو مع بعض انت وماجد حسن وحمو الخيار. ربنا بس يقدر ايه ظروفكم تسمح لكم ان انتوا تيجوا دمنهور وتمشوا من دمنهور حبيبي. بص السمكه اهي، بس عشان الكاميرا بتاعتي ما بتبينش السمك. احلى ناس. ودي نهاية الرحلة يا جماعة ان شاء الله. نتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، بس لو عجبكم طبعا ما تبخلش علينا باللايك. اللايك هيدعم الفيديو وهيخلي كل حبايبك يوصل لعنده. تحياتي لحضراتكم، اخوكم سامي خوالكة، قناة منوعات رحالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلطاني احلى سلطاني. نفلت مدور السمكة مدورة ازاي؟